اليوم تم التعاقد مع 3 لاعبين جدد من اجل تعزيز الفريق في قادم المشاور، وركزنا على مواهب شابه بالاساس من اجل اعطاء مولي الفرصه للشباب وخصوصا المواهب للاشتراك مع النوادي على مستوانا. احنا بما ان فزنا ب3 سنوات الاخيره بالبطوله، على ذلك عاد عندنا طموح اننا نخرج عن موريتان على مستوى الجوار ومستوى العربي ان شاء الله. واذا الخطوه الاولى هي تعزيز بهذا اللاعبين اللي وقع معهم اليوم، ولاعبين مستقبليين ان شاء الله له يوقع معهم في المستقبل القريب. اليوم مولي قمنا بالتوقيع مع مكون مؤطر في كرة السلة معروف على المستوى الوطني ولاعب دولي سابق ومدرب المنتخب الوطني سابقا، وهو المدرب ليلي معروف على المستوى الوطني وعلى مستوى الجوار. الهدف منه هو تكوين الشباب على كرة السلة من أجل تعزيز قدرات كرة السلة بشكل عام بالنسبة للنادي بشكل خاص والنوادي الأخرى يقدروا لا يعقبوا يستفادوا منهم، ومن أجل دائما الرفع من مستوى النادي.